السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية في درسنا الثالث في وحدتنا السابعة، واللي بيكلمني عن الـ Ancient Egyptian Homes، البيوت المصرية القديمة. تعالوا يلا نبتدي بالكي فوكابولري بتاعتنا. بس قبل ما نبتدي، لو ما كنتش مشترك في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. واللي مش متابعنا هتخش على قائمة التشغيل وتجيب الخامس كونكت ترم تاني، هتلاقي كل الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله. اول كلمة مديها لها حبايبي هي كلمة ancient Egypt. ancient Egypt ancient Egypt mud bricks mud bricks mud bricks furniture 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 papyrus 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 sleeping area sleeping area sleeping area cool cool roofs 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 reed mat reed mat reed mat ودي معناها حصيرة reed mat countryside countryside oven 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 طبعا الاو هنا حبايبي بتنطق شكل الشورت يو oven pot pot flat flat flat. تعالوا يلا حبايبي نشوف الاكسترا فوكابولري بتاعتنا. عندنا the Nile the Nile wall wall brick brick cooking cooking families families wooden box wooden box wooden box baskets 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 wind 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 boyum 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 mud mud strong strong drinking 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 washing 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 insects 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 crops 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 special style special style special style gate 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 bank bank bank. تعالوا حبايبي يلا نشوف تصريفات الافعال بتاعتنا ونبدا بالافعال المنتظمه. عندنا كلمه store store stored stored يخزن use used use used يستخدم cover covered cover covered يغطي paint painted paint painted يدهن relax relaxed relax relaxed يسترخي blow blew blow blew تهب grow grew grow grew يزرع او ينمو build built build built يعني يبني sleep slipped sleep slipped ينام make made make made يعني يصنع keep kept keep kept يعني يربي. تعالوا حبايبي يلا نشوف اهم الاكسبريشنز والبريبوزيشنز الوامي الدهير. عندنا كلمه near the nile near the nile بالقرب من النيل from the river يعني من النهر made of يعني مصنوع من make cooler يعني يجعل شيء منعش on hot nights on hot nights يعني في الليالي الحرة different from يعني مختلف عن sit on يعني يجلس على close together يعني بالقرب من بعضهم البعض feeling alright feeling alright يعني يشعر انه على ما يرام never to fall never to fall مستحيل ان تسقط join together يعني يتصل معا with two floors يعني ذو طابقين by the banks by the banks باي هنا حبايبي معناها بالقرب dark inside يعني مظلم بالداخل. طبعا حبايبي لو شفنا النقاط الرئيسية اللي بيكلم عنها الموضوع بيقول لي in ancient Egypt يعني في مصر القديمة من people made their homes near the Nile طبعا الناس كانوا بيعملوا البيوت بتاعتهم بالقرب من نهر النيل. The ancient Egyptians used mud to make bricks طبعا كانوا بيستخدموا الطين حبايبي عشان يعملوا الطوب. طيب the mud bricks made very strong walls طبعا الطوب الني ده او الطوب اللبن ده كان بيعمل حيطان او جدران قوية جدا. طيب ancient Egyptian homes all had flat roofs طبعا البيوت المصرية القديمة كانت الاسطح بتاعتها كلها flat وflat حبايبي بمعنى مستوي او مسطح. The furniture in ancient Egyptian homes was different from now. طبعا الاساس اللي كان في مصر القديمة كان مختلف خالص عن الاساس اللي موجود دلوقتي. تعالوا حبايبي يلا نشوف اول كويز من ده. بيقول beds chairs and tables are طبعا السراير وكمان الكراسي والترابيزات دي كلها بقول عليها furniture وfurniture حبايبي بمعنى اثاث. Number two بيقول we use water for washing نستخدم المية حبايبي للغسيل cooking والطبيخ and اكيد drinking drink حبايبي بمعنى اشرب. Number three بيقول the is on the top of the house يا حبايبي اللي بيبقى فوق
سطح البيت، اكيد طبعا ده بقول عليه روف. روف. طيب اللي بعدها نمبر 4، the farmers الفلاحين grew a lot of كانوا بيزرعوا كثير من ايه؟ اكيد كثير من crops. crops حبايبي اللي هي المحاصيل. تعالوا بقى يلا نشوف الموضوع بتاعنا، بيقول لي ancient Egypt يعني في مصر القديمة، وطالما بيتكلم حبايبي عن مصر القديمة يبقى اكيد كلامي كله هيكون في زمن الماضي. بيقول لي in ancient Egypt يعني في مصر القديمة many people made، يبقى made ده فعل ماضي، their homes near the Nile، كانوا بيعملوا البيوت بتاعتهم جنب نهر النيل، they used its water for drinking, cooking and washing، طبعا كانوا بيستخدموا مياه النيل دي للشرب وكمان للطبيخ وللغسيل، they also used mud from the river to make bricks for their houses، بيستخدموا الطين عشان يعملوا قوالب طوب ويصنعوا بيها البيوت، the mud bricks made very strong walls، طبعا حبايبي الطوب اللبن ده كان بيعمل جدران قوية جدا. بيقول ancient Egyptians wanted to keep their homes cool، the mud bricks helped do this، طبعا حبايبي كانوا عايزين يخلوا البيوت بتاعتهم باردة قليلا، فبالتالي الطوب اللبن كان بيقوم بالوظيفة دي. Some people also painted their homes white to make them cooler، طبعا بعضهم كان بيدهن البيوت بتاعتهم حبايبي ابيض عشان يخلوا البيوت بتاعتهم اكثر برودة، وطبعا عارفين ان اللون الابيض بيعكس حرارة الشمس او بيعكس الضوء. Ancient Egyptian homes all had flat roofs which were the coolest part of the house. Families often cooked, ate, relaxed and slept there on hot nights. طبعا حبايبي القدماء المصريين الاسطح بتاعتهم كانت مسطحة، وكمان هي كانت ابرد مكان موجود في المنزل، عشان كده كانوا بيطبخوا وبياكلوا وكمان بيسترخوا ويناموا في الليالي الحرة فوق على السقف. تعالوا نشوف بقى حبايبي الفرنتشر. فرنتشر حبايبي اللي هو الاساس. بقولي the furniture in ancient Egyptian homes was very different، طبعا بقولي بقى الاساس كان مختلف from today عن النهاردة، there were reed mats، there were reed mats حبايبي كان في حصير، والحصير ده بيتصنع من الجريد، to sit and sleep on عشان بيقعدوا يناموا عليه، they used papyrus to cover the windows، وكانوا بيستخدموا نبات البردي عشان يغطوا الشبابيك، and doors والباب this kept the insects outside، وده كان بيخلي الحشرات تبعد بره، and every home يعني في كل بيت حبايبي there were large pots and baskets for storing crops and wooden boxes for clothes، حبايبي كان في كل بيت في اواني كبيره وفي سلات كبيره لتخزين المحاصيل، and wooden boxes وقلنا كمان صناديق خشبيه for clothes للملابس، not many people had beds or chairs، طبعا مش ناس كتير كان بيكون عندها سراير وكمان كراسي. In cities في المدن بقى حبايبي people lived very close together، طبعا الناس كانت بتعيش قريب من بعضها، and so they built their houses taller، كان البيوت بتاعتهم اطول، with two floors كان بيبقى فيها دورين اتنين، floors حبايبي يعني ادوار طابقين يعني، this saved space so they could build more houses، وده كان بيوفر مساحة فبيبنوا بيوت اكتر، city houses joined together، طبعا البيوت اللي كانت في المدينة كانت متصلة ببعضها شكل البيوت اللي عندنا دلوقتي. Just like today in the countryside في الريف حبايبي houses usually only had one floor، اما في الريف كان البيت بيبقى طابق واحد بس، and they also had a garden كان بيبقى عندهم حديقة، they grew vegetables كانوا بيزرعوا فيها خضروات، and kept chickens there وكانوا كمان بيربوا فراخ. تعال نشوف موضوع reading. بقول by the banks of the ancient river Nile يعني بجوار ضفتي نهر النيل القديم، Egyptian houses had a special style، طبعا المنازل المصرية كان ليها كده اسلوب مميز شكل مميز، dark inside with small windows كانت بتبقى مظلمة من الداخل وكمان ليها شبابيك صغيرة، reed mats on the roof وكمان كان في حصير على السقف، where the cool wind blows وحيث تهب طبعا الرياح الباردة، outside under the stars at night يعني بره كده بقى تحت الايه تحت النجوم حبايبي بالليل، one family together feeling alright طبعا كل الاسرة مع بعضها بتشعر انها على ما يرام، mud from the Nile made
their walls safe and strong. طبعا الطين اللي كانوا بيطلعوه من نهر النيل كان بيخلي الجدران بتاعتهم آمنة وقوية and never to fall, وعمرها حبايبي ما تسقط. تعالوا حبايبي بقى نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مديها لي على الدرس التالت. تعالوا يلا اول سؤال هو سؤال الليسننج بيقول لي ancient Egyptians wanted to keep their homes cool. The mud bricks helped do this. Some people painted their homes white to make them cooler. Ancient Egyptian homes all had flat roofs, which were the coolest part of the house. Families often slept on roofs on hot nights. تعالوا نشوف يلا أول سؤال بيقول Ancient Egyptians wanted to keep their homes hot. طبعا أكيد الكلام ده false, خطأ. لأنهم كانوا عايزينها cool حبيبي. بيقول some people painted their homes red, يعني كانوا بيدونوها أحمر برضو false, وما كانوا بيدونوها white. Number three, بيقول all ancient Egyptian homes had flat roofs, كل البيوت المصرية القديمة كانت ذو أسطح مستوية, أكيد طبعا الكلام ده true. Number four, بيقول families often slept on the roofs on hot nights, أكيد طبعا الكلام ده true, صحيح. تعال نشوف حبيبي يلا listening تاع السؤال التاني بيقول لي in ancient Egypt people in cities lived very close together, يعني الناس كانت بتعيش قريبة من بعضها في مصر القديمة في المدن. And so they built their houses taller with two floors, city houses joined together just like today. And the countryside houses usually only had one floor and they also had a garden. They grew vegetables and kept chickens there. طبعا اول سؤال بيقول in ancient Egypt people in cities lived very together, طبعا very close together يعني قريبين من بعض. Number two, بيقول people built their houses taller with two a in cities, طبعا with two floors قلنا يعني بطابقين. Number three, بيقول in the a ancient Egyptian houses had one floor, طبعا in the countryside, وقلنا countryside حبايبي اللي هو الريف, في الريف طبعا كانوا بيبنوها دور واحد. Number four, well in the countryside they had a to grow vegetables, اكيد they had a garden, وgarden حبايبي بمعنى حديقة. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال الثالث وهو سؤال التوصيل, بيقول people made their homes near, طبعا الناس كانت بتبني البيوت بتاعتها حبايبي جنب ايه, اكيد near the Nile and the bust, يعني جنب نهر النيل. طب تعال نشوف number two, بيقول farmers always, يعني الفلاحين دايما اكيد بيربوا دجاج يبقى keep chickens. طب تعال نشوف number three, بيقول where did they, طبعا ده سؤال حبايبي فاكيد هقوله where did they build their homes, يعني اين بنوا البيوت. تعال نشوف number four, بيقول people stored crops, and طبعا الناس كانت بتخزن المحاصيل بتاعتها حبايبي في ايه, اكيد in large pots and baskets, يعني في اواني كبيره وكمان سلات كبيره, يبقى دي هكتب عليها four. Number five, will I live in a house, يعني انا عايش في بيت حبايبي اكيد هقول فيه دور واحد, يبقى that had one floor, that had one floor يعني في دور واحد فقط لا غير. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال الرابع هو سؤال الترتيب, واللي did people use what homes to build, طبعا عايز اقول ماذا استخدم الناس لبناء البيوت, يبقى اذا هقول what did people, ادي الفاعل use, ادي الفاعل الاساسي, to build homes, يعني كانوا بيستخدموا ايه حبايبي عشان يبنوا البيوت. Number two, عندنا often ancient Egyptians on relaxed roofs that, طبعا حبايبي عايز اقول ان القدماء المصريين غالبا كانوا بيرتاحوا على الاسقف, بحقول ancient Egyptians يعني القدماء المصريين, هجيب ظرف التكرار شكل ما احنا متعودين, often طبعا الفعل بتاعي relaxed يعني كانوا بيرتاحوا, on the roofs يعني على الأسقف. طب تعال نشوف number three, بقول ancient mats on reed slept Egyptians, طبعا عايز اقول ان القدماء المصريين كانوا بيناموا على حصير, فاذا هقول ancient Egyptians يعني القدماء المصريين, slept يعني كانوا بيناموا, on reed
مات يعني على حصير. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول ايه. For the Nile drinking people water use. طبعا عايز اقول ان الناس كانت بتستخدم مياه النيل للشرب، يبقى اذا هقول people يعني حبايبي الناس، use بتستخدم the Nile water يعني مياه النيل حبايبي، for drinking يعني للشرب. طب تعال نشوف يلا سؤال punctuation عندنا. what we do you think بقولي what do you think about ancient Egyptians. طبعا حبايبي ال W بتاعت what هتبقى capital عشان في اول الكلام، do ما فيهاش حاجة، you برضو ما فيهاش حاجة، ولا think about طبعا ancient الـ A معمولة، فأكيد أنا هعمل Egyptians الـ E بتاعت Egyptians إن دي جنسية حبايبي، فبالتالي حط في الآخر question mark عشان ده سؤال. طيب number 2 بقولي there whom is very different from ours. طبعا الـ T بتاعت there في أول الكلام، whom is very different from ours، احط في الاخر full stop عشان دي جملة عادية. تعالوا يلا حبايبي نشوف الباراجراف بتاعنا واللي بيكلم لي عن الانشنت ايجيبشن هومز يعني البيوت المصرية القديمة. طبعا مديني guiding fact file بيقولي what did their homes look like يعني شكلها كان عامل ازاي، قال لي it had flat roofs، وبعدين بيقول لي what did they use to build it يعني استخدموا ايه عشان يبنوها، قال لي they used mud bricks to make it يعني استخدموا الطوب اللبن عشان يبنوها. طبعا حبايبي عشان ابدا باراجراف شكل ده لازم ابدا الاول واقول ان البيوت المصريه القديمه كانت مختلفه عن النهارده، فاكيد هقول ancient Egyptian homes were very different يعني حبايبي كانت مختلفة from عن today عن اليوم. طبعا هقول ان هي كانت بسيطة ونظيفة، فهقول they were simple and clean. طب كانوا بيبنوها فين حبايبي؟ كانوا بيبنوها بجوار النيل، يبقى they built their homes near the Nile يعني جنبيه حبايبي النيل. طب كانوا بيستخدموا ايه؟ اكيد كانوا بيستخدموا المود بريكس عشان يبنوها، فهقول they used mud bricks قلنا يعني الطوب اللبن to build them يعني عشان يبنوهم، وذم دي حبايبي عايدة على الهاوسز. طبعا قلنا حبايبي ان المود بريكس دي كانت بتخلي البيوت دي باردة، فهقول the mud bricks made their homes cooler يعني كانت بتخليها أبرد. طبعا they had flat roofs يعني كان ليها حبايبي أسقف مستوية. طبعا قلنا ان في بعض القدماء المصريين كانوا بيدهنوا البيوت بتاعتهم أبيض، يبقى هقول some ancient Egyptians painted their homes white يعني كانوا بيبنوها أبيض to keep them cool يعني عشان يخلوها باردة.
وبكده يبقى انا كتبت باراجراف بسيط جدا حبايبي عن الـ Ancient Egyptian homes. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو عايز تدعم القناة ممكن تشترك في خدمة الانتساب اللي من خلالها ممكن تشوف الحلقات قبل ظهورها على القناة. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. جوبر, السلام عليكم.